السلام عليكم، أنا محمد غنايم. ربما كنت يوم في مجلس عندما سمعت أحدهم يقارن هل الأولاد أذكى من الفتيات أم العكس، وربما هذا الأمر طرح تساؤل لديك، يعني من الأذكى بالفطرة؟ يعني من خلقه الله عز وجل الأذكى؟ حتى تستغل هذه النقطة ربما في عتاب الجنس الآخر عندما تغضب منه. فإذا كان هذا الموقف مألوف لك أو لك، دعنا ننظر له من زاوية مختلفة ولنرى من هو الأذكى، وبدون زعل طبعا. وقبل أن نكمل، من تتوقع الأذكى؟ إذا تتوقع الذكور ضع لايك، وإذا تتوقع الإناث ضع لايك أيضا. الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، هذا كتاب مشهور جدا لصاحبه جون كراي، يقول أن هناك فرق عقلي بين الرجل والمرأة وفي طريقة تعاملهم مع الحياة. فمن الأذكى إذن؟ الذكاء يرتبط بأي عضو في الجسم؟ الدماغ صحيح؟ إذن لنبدأ من الدماغ. الشباب رأسهم كبير صراحة، علميا حجم دماغ الذكور أكبر من حجم دماغ الإناث بنسبة 2-13%، وليس فقط حجم الدماغ بل كثافة الأنسجة في منطقة الأميجديلا والهيبوكامبس، وهذه مناطق مهمة جدا في الذكاء. ولكن هل يعني ذلك أنهم أذكى؟ لا طبعا، الفيل مثلا حجم دماغه أكبر من حجم دماغ الإنسان ولكنه ليس أذكى منه، الدولفين أيضا. فلا يوجد علاقة مباشرة بين حجم الدماغ والذكاء، نتفق على هذه النقطة، اتفقنا؟ رئيس جامعة هارفورد لورانس سميرز في إحدى خطاباته قال أن الذكور أذكى من الإناث في مجال العلوم والرياضيات. هنا قامت على الرجل موجة ذم كبيرة وتم اتهامه بالتحيز الجنسي، وهذه تهمة أصعب من العنصرية وبها غرامات كبيرة. فالرجل خاف من تداعيات ما قال واستمر فيما بعد بالتبرير والاعتذار، يعني بنخاف منكم يا صبايا. طيب لماذا تحيز للذكور؟ طبعا وهذا رجل عالم، يعني ليس مجرد عامة، يعني من المؤكد أنه لم يقل هذا الكلام إلا من واقع تجربة وخطأ عبر منهج علمي معروف، يعني لم يستيقظ مثلا صباحا وخمن أن الذكور أذكى. هذا الرجل الذي دفعه لقول هذا الكلام أن في اختبار القدرات الأمريكي السات، أغلبكم يعرفه، أشارت الإحصائيات أن الذكور تتفوق على الإناث في نسبة علاماتهم في الرياضيات في هذا الاختبار، وهذا التفوق في كل الدول التي يقدم بها هذا الاختبار، يعني ليس في دولة واحدة أو في فترة زمنية واحدة. هذا الاختبار طبعا يقدم في 43 دولة في العالم. الإحصائيات أشارت أن 36 دولة كانت نسبة تفوق الذكور في مادة الرياضيات أعلى من الإناث، وفي 7 دول كانت علامة الذكور مماثلة لعلامة الإناث. وهنا قبل أن تتسرع وتحكم أن الذكور أذكى من الإناث بالفطرة، يجب أن تعلم أن اختبار السات ليس مقياس علمي دقيق. فعندما طلب من رئيس جامعة هارفورد الذي صرح بأن الذكور أذكى أن يقدم إحصائيات حول عدد مدرسي الرياضيات في الجامعة بكل كلياتها، رفض، ربما لأن مدرسي الرياضيات الإناث أكثر من الذكور ولم يرغب في أن يبدو مكسور الرأي، يعني أعتقد يعني. العالم الألماني فريدريش غاوس الذي يلقب بأمير الرياضيات، يعني لتفوقه ونبوغته في هذا المجال، وهو رجل ذكر الأدق، يعني لا أعلم كان يتصف بصفات الرجال، بقي هذا الشخص لسنوات طويلة مثل القلعة الحصينة للذكور في تفوقهم، وكان الجميع يستشهدون به عند الحديث أيهما أذكى، الذكور أم الإناث. ولكن هذا لم يستمر طويلا، وصعد إلى السطح مئات النساء النابغات في مجال الرياضيات، أتركهم لك في الوصف. إذن وصلنا الآن إلى أنه لا يوجد مقياس علمي دقيق يوضح أيهما الأذكى، ولكن هذا الأمر وهذه النظرة لدى الناس أيهما أذكى سببت مشاكل كبيرة في فرص العمل بين الجنسين. فبعض أصحاب الشركات مقتنع تماما أن الذكور أذكى من الإناث، فتجده لا يوظف سوى الذكور في المهام التي تحتاج لذكاء، وهو بذلك يظلم الإناث. وهنا معلومة هامشية اعلم عنها، في الشركات الكبيرة يتم وضع طلبات المتقدمين للوظيفة بدون ذكر الاسم أو الجنس، حتى لا يحصل تأثير على متخذي قرار التوظيف أو يحصل تحيز لأي جنس. ووجدوا في علم الاجتماع أن تغيير الأنثى اسمها لاسم رجل يحسن من صورتها التصورية ويجعل المدراء يحترمونها أكثر. طيب أيهما أذكى؟ يعني لم تخبرنا بعد. أحيانا للإجابة على هذا السؤال نحتاج الأطفال، لأنهم ربما الأكثر براءة ولن يتحيزوا لأي جنس. وبالفعل تم إحضار 96 طفل، نصفهم ذكور ونصفهم إناث، وتم سرد قصة وأخبروهم أن واحد من الأشخاص في القصة ذكي جدا والآخر لطيف جدا، ثم طلب من الأطفال أن يخمنوا جنس الذكي وجنس اللطيف من خلال صورة عرضوها لهم. هنا الأطفال في سن 5 قرروا أن الذكي هو الشخص الذي من جنسهم، يعني الإناث قالت أن الذكي أنثى والذكور قالوا أن الذكي ذكر، ولكن الأطفال في سن 6 خمنوا أن الذكي من الجنس الآخر، يعني الذكر قال أن الذكي أنثى والأنثى قالت أن الذكي ذكر. ملخص هذه الدراسة والبحث على الأطفال كانت أن الأذكى هي صورة نمطية لا أكثر. ماذا يعني ذلك؟ يعني
إجابة سؤال أيهما أذكى لا يوجد لها دليل علمي دقيق يحدد أيهما أذكى، وتبقى الفكرة عبارة عن صورة نمطية لدى المجيب وكيف يفكر وما هي قناعاته. مثلا في محرك البحث جوجل وجدوا أن الآباء تبحث بنسبة أكبر حول هل ابني موهوب أكثر من بحثهم هل بنتي موهوبة، ووجدوا أن النساء تبحث بنسبة أكبر حول هل بنتي موهوبة أكثر من بحثهم هل ابني موهوب، وهذا الأمر يعود للصورة النمطية للشخص نفسه. والصورة النمطية لا تجيب فقط على هذا السؤال أيهما أذكى، بل تجيب على أسئلة كثيرة. مثلا لماذا البعض عنصريين؟ مثلا وفق الصورة النمطية للأمريكان البيض يعتقدون أن السود الأكثر غباء والأكثر إجراما، مع أن الإحصائيات ترفض ذلك تماما، فالبيض منهم أيضا يوجد أغبياء ويوجد منهم مجرمين. فالصورة النمطية لديك هي من تحدد عنصريتك تحيزك. لذلك بدل الإجابة على سؤال أيهما أذكى لأنك لن تجد لها جواب علمي دقيق، يجب أن نحسن من صورتنا النمطية للناس، أن نحسن من تفكيرنا. صحيح، فكيف نحسن صورتنا النمطية؟ الإجابة بسيطة، كن مسلما وليس مسلم هوية. وهنا بكل صراحة لن تجد أفضل من الإسلام في تحسين الصورة النمطية للمسلم في عز تهميش المرأة والجاهلية القبلية عندما جاء الإسلام. طيب، لو أردنا أن نلخص الحلقة ونصل لخلاصة إجابة من الأذكى، هنا نتفق أن دماغ الذكور يختلف عن دماغ الإناث من ناحية تشريحية بطريقة خفية، وهذا الاختلاف لا يؤثر على الأداء المعرفي أو الذكاء. النساء مثلا تتميز عن الذكور في قدراتهم على الإدراك المكاني، يعني إذا دخلت مكان ما تستطيع ملاحظة أدق التفاصيل به. الذكور مثلا تتميز في مهام التناوب الذهني، يعني في ترتيب الأفكار وإنجازها بطريقة مرتبة. تتميز الإناث في القدرات اللفظية بينما الذكور في المهام البصرية. النساء تركز على المعالم، الذكور تركز على الخصائص. يعني اختلاف لا أكثر، دون علو جنس على آخر في صفات خلقها الله عز وجل بهما. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لم يقل لقد خلقنا الذكور مثلا أو الإناث في أحسن تقويم. وهذه نقطة تفكر ضرورية في تحسين صورتك النمطية وكيف تنظر للناس وكيف تفكر. أعجبني كلام خبير العلاقات الكوميدي مارك غانغور عندما وضح الاختلاف بين الرجل والمرأة بطريقة كوميدية أتركه لكم في نهاية المقطع. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. We're going to start discussing men's brains, women's brains and how they're very different from each other. Now I want to start with men's brains. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box. We pull that box out. We open the box. We discuss only what is in that box. All right? Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. That's why a guy can sit in front of a TV and go. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop that! You can't possibly be watching anything!" I'm not. And I've had women say,
Oh, it's nothing. Can I go in his nothing box with him?